قال عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذه سبعة الأحرف اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، ما المراد منها؟ المرجح من كلام المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله على أن هذه الأحرف بمثابة اللغات التي لا تناقض في معناها، ولذا فصل رحمه الله كما في الفتاوى، فذكر أن هذه القراءات ليست هي الأحرف السبعة، وإنما كل هذه القراءات راجعة إلى حرف واحد من هذه الحروف السبعة، وهو الحرف الأخير الذي يتوافق مع العروة الأخيرة التي عارض بها جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حرف قريش. وإذا ماذا قال عثمان؟ إذا اختلفتم مع زيد فاكتبوه على لغة قريش. فيقول رحمه الله: يقول إن هذه القراءات، هذه القراءات لأنها قراءات سبعية ومعها ما يتممها من الثلاث حتى تصبح القراءات العشر عند من يدرجها، يقول لا تناقض بين هذه القراءات السبع وهذه القراءات العشر من حيث المعنى. فيقول هي ثلاثة أنواع. حديثنا عن الأحرف أم عن القراءات؟ عن القراءات. يقول هي ثلاثة أنواع: الأول ما اختلف لفظه واتفق معناه، وذلك كقول ابن مسعود رضي الله عنه: هلما تعالى أقبل، اختلف اللفظ والمعنى اتفق. النوع الثاني ما اختلف لفظه واتفق معناه من وجه دون آخر، مثاله يكذبون يكذبون، اختلف اللفظ يكذبون، وفي بعض القراءات يكذبون. قال عز وجل في أهل النار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي قراءة: والعنهم لعنا كثيرا. اختلف اللفظ واتفق المعنى من وجه دون وجه، فيكون هذا النوع من باب الآيات التي يفسر بعضها بعضا. فلربما تكون هناك آية من كتاب الله عز وجل وهناك آية أخرى، إذا ضممتها مع هذه الآية اكتمل المعنى، فاتفقت من وجه هي ضمتا واختلفتا من وجه آخر. وقوله عز وجل: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت هذه القراءة المعروفة، وهي قراءة جمهور القراء. حمزة يقرأ: وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت هذه قراءة الجمهور. قراءة حمزة: وعبد الطاغوت. الفرق بينهما التشكيلة على الباء، فمن فتح الباء نصب الطاغوت، ومن ضم الباء كسر الطاغوت. وهذه فيها 24 قراءة، كلمة عبد فيها 24 قراءة، لكن السبعية منها هاتان القراءتان: عبد وعبد. فعبد الطاغوت، عبد يكون فعل ماضي، والفاعل أين هو؟ ضمير مستتر تقديره وعبد هو، والطاغوت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأما عبد الطاغوت فعبد اسم ليس فعلا، وهو مضاف، الطاغوت مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. انظر بحركة واحدة تغير المعنى، ما اختلف لفظه واتفق معناه من وجه دون وجه آخر. ولذلك إذا قرأت عبد الطاغوت كان لها معنى، عبد الطاغوت كان لها معنى، لكن إذا جمعتهما فكأن هاتين القراءتين كأنهما بمثابة آية مع آية. النوع الثالث يقول رحمه الله: ما اتفق لفظه ومعناه، وذلك حاصل كالإمالة والترقيق لبعض الحروف، فبعضهم يرقق هذا الحرف وبعضهم يفخم هذا الحرف، فيقول اتفق اللفظ واتفق المعنى. ولو قال قائل: ما سبب وجود هذه القراءات السبع؟ ما سببها؟ وذلك لأنه رحمه الله يقول إن المتقن للقراءات كلها أفضل من المتقن لقراءة واحدة.
ما سببها؟ القرطبي رحمه الله في تفسيره يقول كما قرأت له، يقول إن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف نسخ منه 7 نسخ، كل نسخة فيها قراءة، فتبناها كل إمام في مصر من الأمصار. لكن غيره من العلماء يذهب، وهو ما يظهر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن هذه القراءات 7 حاصلة بسبب عدم التشكيل والتنقيط للمصاحف في عصر الصحابة، لأنهم كانوا لا يشكلون ولا ينقطون المصاحف لأنهم لا يلحنون، وإنما شكلت المصاحف في عصر التابعين عند بعضهم. وليس معنى هذا أن من شاء أن يأتي بقراءة فله ذلك، يقول لا، يقول فهذه القراءات حصلت بسبب عدم التشكيل والتنقيط، لكنها مأثورة. ولذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول القراءة سنة مأثورة، لا يجوز لأحد أن يقرأ برأيه، تؤخذ عن الأول، يأخذها الآخر من الأول.